ده عيد الحب، عيد الحب انا بشوفه يعني نجدد الحب، عيد الحب انا بشوفه ان احنا نجدد الحب، نجدد المشاعر، نجدد المودة، نجدد صلة الرحم، هو ده الحب. انما عايز تقولي انه الورد، انه الحب مكافأة بوردة ودبدوب وقلب احمر واخرج اسهر والصور بقى هتبتدي تشوفه في السوشيال ميديا واقفين مع بعض وبناخد صورة وبناخد سيلفي وقلب احمر ومش عارف ايه وبتاع ايه. انا ما بقولش لأ عشان بس تبقوا عارفين انا مش ضد، بس انا ضد انه هذا هو مفهوم الحب عندنا فقط، او انا ضد ان هذا يكون مفعول الحب، مردود الحب الوحيد ومفهومه عندنا. انا بقول وجهة نظر وانتوا حرين، انا مش جاية افرض عليكم شيء، بس انا جاية اقدم مجموعة رسائل. انا نفسي النهاردة او بكرة اللي مقصر مع ابوه وامه يروح يودهم، والله العظيم انه الرزق والحب والسعادة والخير والرضا بدايتها هي رضاك او مراضية والدك ووالدتك. اللي في بعض من الاولاد مقصر معاهم جدد لهم المحبة، قوم اعمل لهم عشوة حلوة، ما بتعرفش اعمل اسلق بيت قول لهم عشان النهارده عيد الحب، هات ازازة ورد شربات ورد لونه احمر، عبر عن انك بني ادم، حبك لولادك عبر عنه. في ناس يا جماعة ما بتعبرش، فده بيسبب الجفاء بين الآباء والأبناء، وكل واحد بيبقى في حاله ملوش دعوة بالتاني، مشغول عن التاني. وفي برضو نماذج تانية، الأب والأم النهاردة أصبحوا يعني بيعانوا في الحياة، مش بس عشان انت تدخل المدرسة، لا احنا بقى في تاني مدرسة تانية اسمها الدروس الخصوصية، عشان انت ضعيف او انت بتتدلع لانك ما بتركزش مع الاستاذ في الفصل، فمحتاج انك انت تعوض بقى في البيت او برة ان الدرس يتعادلك تاني. وفي ناس بتبقى بجد مش فاهمة الفلوس دي ابوك وامك بيتعبوا فيها، لو انت بتحبهم بجد من قلبك هيصعبوا عليك، فهتبقى بتعمل كل حاجة في الدنيا حتى انك تاكل الارض عشان تفرحهم بنجاحك، هي دي الحاجة الوحيدة اللي مستنيينها منك. ورسالتي برضو للاخوات، الاخوات اللي مقصرة مع بعض بيبقوا ساكنين في عمارة واحدة وما بيشوفوش بعض، بيبقى كل واحد عنده مشكلة، بقوا بيبعتوا لبعض رسائل دلوقتي، كل العلاقات الاجتماعية دلوقتي يا جماعة للأسف بقت رسالة على الواتساب، شيء مؤسف. عيد ميلاد أخويا أروح بعتله هابي بيرثدي My lovely brother، يا سلام، لكن ما كلموش في التليفون حتى، ايه ده، ايه الجحد ده، واحد يبقى شايف او واحدة ان ابوها عيان ما تروحلوش في عيد الحب، اعمليها مرة يا شيخ.
خلوا اليوم ده مراجعة لضميركم ونقلة. تعالوا نعمل بعض كويس، تعالوا خلوا فيه حب. طب بما اني انا شغالة في مجال الميديا، انا هقول لكم على قصة. على فكرة انا اعرف رئيس عمل، والله الذي لا اله الا هو، بيذل الولاد الموظفين اللي شغالين معاه. لو واحد فيهم عمل غلطة واحدة بيخصم له، عارفين قد ايه؟ يوم لا، اتنين لا، اربعة لا، خمسة لا، ستة لا، تمن ايام يا مفتري. وبعدين لما يعرف انه بعد اوقات الشغل بيطلع يعمل شغل بره بيلقط رزقه، يقوم جايبه مديله شفت 10 بالليل 10 الصبح، وينام في البرد في العربية. انا بحكي لكم على قصة انا بشوفها بعيني، قمة الذل وقمة الاستعباد. ده عكس الحب تماما. انا ممكن اشغل الناس اللي معايا بس بالحب، ده بقى بسميه كره وذل، عكس العواطف اللي انتوا عايزين تحتفلوا بيها بكره. دي اداره منزوعه الدسم، انا بشوفها كده زي الحليب اللي منزوع الدسم. وبعدين تلاقي الموظف ده يا حرام بياخد ولا حاجه في الشهر، يتخصم له 8 ايام يعني تلت مرتبه. طب ده هو قاعد من الشهر اللي قبله بيكتب في الورقه انا ومراتي وولادي هنصرف كذا كذا، وده مش هينفع، طب نعمل ايه، طب اروح اجري على رزقي فين. انا بتوسل، وهو عارفني كويس وعارف نفسه كويس، وكل واحد زيك، ارحم الناس، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. هيجي لك يوم والدنيا كورة مش مربع. المربع يعني انت هتفضل قاعد كده، هتفضل قاعد وبتاخد فلوس وبتقبض من هنا وبتقبض من هنا وبتزل ده وبتعمل في ده، ده لو انت عايش في مربع. لكن احنا عايشين في كورة، الكورة بتلف بسرعة على فكرة. مفيش نملة في الأرض على فكرة بترزق إلا بإذن ربها. فحب إيه يا جماعة اللي انتوا عايزين تحتفلوا بيه بكرة؟